راكم في الورشة المحمية للمصابين بتريزومي 21 تابعة لجمعية آنيت، ورشة الورق المرسكل لشباب تريزومي، تدوير ورشة تدوير الورق وتحويله لبطاقة فنية ولوحة فنية وأعمال يدوية من أنامل شباب تريزومي. الشباب تاعنا داروا التكوين في جمعية آنيت، قراوا عند المختصة الأورطوفونية تابعة لجمعية آنيت، وداروا التكوين مع جمعية آنيت مع الشيخ توفيق، داروا التكوين في الورق المرسكل وحلوا الورشة تاعهم ثاني مع مع جمعية آنيت، وراهم يخدموا في الورشة تاع الورق المرسكل. أنا مزاري أمين في عمري 36 ونخدم في كلاس تلو بابي، نخدم أي نخدم البابي ديسان، نخدم الغداوية بابي ديسان يكون كبير صغير أوراق كبيرة، وكي بابي صغير ندير به يكون صغير كيا، ونديرو فنية والشكور يماطيها صح. عندي 6 سنين مع توفيق بالزريعة، 3 سنين تكوين 3 سنين خدمة، و 3 سنين في الخدمة. بعد دخلوا جروب واحد آخر